استقبلت مدينة العريش سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفاليه أثناء زيارته لتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين بعد توليه مهام عمله كسفير جديد. شملت الزيارة تجهيز واستقبال وإرسال المساعدات بمركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، واستمع لشرح حول الجهود المصرية المبذولة في تجهيز المساعدات والتعرف على الصعوبات التي تعوق وصول أكبر عدد من الشاحنات. كما تفقد السفير المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش والذي يقوم الخدمات ويقدم الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين والجرحى. The role of Egypt is absolutely crucial. طبعا هو معلم بيشكر القيادة المصرية والتعاون اللي تم لوجود السفينة لوكس مود لأكثر من شهرين، قدمت فيها المساعدة لأكثر من مصاب سواء من الأطفال أو الرجال أو السيدات. موجود معانا قائد وقبطان السفينة وكان متواجد هنا لمدة شهرين، كان بيعمل هو الفريق بتاعه على تقديم المساعدة للمصابين. طبعا في نوع من التنسيق ما بين دولة فرنسا والسفارة الفرنسية والهلال الأحمر المصري في تنسيق وإرسال المساعدات إلى الجانب الآخر، وإن ده حتى بعد ما السفينة هتسافر بإذن الله وتحرك غدا مازال العمل مستمر والتعاون مستمر لدعم الاستجابة في غزة خلال الفترة القادمة.